ما بي حيل اصبر بعد والدنيا شلت حالتي من صغري تعبان واحس كل يوم تكبر علتي ما بي حيل اصبر بعد والدنيا شلت حالتي من صغري تعبان واحس كل يوم تكبر علتي ما عندي واهس للفرح ما يهمني لو زاد البجي ما بي حيل ولا صبر بس ربي يدري هو من الأصوات الحلوة هو من الفنانين الحساسين جداً وقريب كتير للمحبينه وللناس ولو ما دمغي بيرجع بهت كمان مهمة وحلوة وهلأ عم نسمع من الأغاني اللي بحبها كتير ما بيا حال لبنان الأردني يحيى سويس مباشرة من الأردن من بيروت إلى الأردن صباح الخير صباح الخير ساشا بعد صوتك مستحيل خلص ارجع اغنيها لانه صعب يعني يحيى بتعرف انت من الفنانين اللي بحب كثير صوتهم وقلت لك امبارح بس تواصلنا مع بعض وكنا عم ندردش خبرني طمني عنك اول شيء اهل الاردن كيف عندك محبه كبيره اول شيء صباح الخير وقبل احكي اي شيء بدي احكي الله يحمي بلادنا ويحمي لبنان ولبنان احنا من الناس كاردنيين كثير بنحبها وبنحسها كبلد كثير قريب على قلوبنا فالله يحمي الجميع باذن الله امين يا رب تمام الحمد لله وان شاء الله بتخلص هالجائحه وبنكون موجودين عندك بالاستديو بس اكيد ان شاء الله ربنا بيبعد عنا هاي الجائحه وبتكون الامور ممتازه ان شاء الله ان شاء الله اكيد مع انه بتعرف خلال يعني الجائحه اللي صارت اثرت على على المجال الفني خلينا نقول وعلى بعض الفنانين اللي ما قدموا أعمال جديدة بس أنت اتجهت صوب المدلي الكوفرز يعني ضليتك أكتف مزبوط هلأ لابد بكل صراحة أي فنان أي حد عنده موهبة أنه يتواصل مع محبين ومع جمهوره فإحنا كنا من خلال البيت نقدم خلينا نحكي للناس اللي بتحبنا سواء كوفر ولا سواء أغنية خاصة وبعدين كان شوي الحظر ممتع ومش ممتع بكل صراحة ممتع انك انت تعمل اشي بالبيت وتقدميه عن طريق السوشيال ميديا ومش ممتع انه يعني بطل نشوف الناس اللي منحبهم ونتواصل معهم بشكل مباشر بس يعني هذا شيء من رب العالمين وبكل صراحة بدنا نوافق عليه فان شاء الله هلأ عم ترجع الامور للأحسن بإذن الله وعم بصير الشغل وعم بصير تنفيذ الأغاني وإن شاء الله يا رب يتواصل الموضوع هيك وللأحسن إن شاء الله يحيى بتعتبر حالك نجحت بالكوفرز عفواً أكثر من السينجلز لأنه خلينا نحكي الأمور مثل ما هي عندك أغاني خاصة فيك بس رحت صوب الكوفرز أكثر الناس حبت الكوفرز منك بشكل كتير كبير ظلمت بهيدا الشيء ولا لا بتعتبر انه لا هيدا اضافه كمان لك شوفي بكل صراحه خليني احكي هلا انا الكفرز اللي عم بغني صدقيني انا بغني للناس اللي انا او للفنانين اللي انا عن جد بحبهم يعني يمكن بكل مسيرتي الفنيه المتواضعه انه انا غنيت يمكن كفرين او ثلاث والكفرين أو ثلاث منهم محفظ الألقاب طبعاً وائل كفوري نانسي عجرم صلاح الكردي الفنان علي صابر طبعاً فهدول من الناس اللي أنا عن جد يعني بعشقهم وبعشق إحساسهم فأنا اللي بحبه بغني بكل صراحة طبعاً حبيبي الأستاذ وائل جسار فكمان فأنا أي إشي بحسه أي إشي بحبه بغنيه ما عندي مشكلة سواء فنان جديد سواء فنان له مسيرة طويلة فأنا بهمني الأغنية الحلوة هلأ الأغاني الخاصة لا الحمد لله أنا عم بتجه ومن زمان يمكن أول أغنية اللي أنا عملتها اسم مين بعدك عني من ألحان توزيع ميشيل فاضل وكنت طالع جديد من برنامج اسمه ألبوم نجوم العرب بعدين اتجهت لبرنامج ستار أكاديمي والحمد لله عم بنتج الأغاني الخاصة إلي طيب شو بدنا نسمع هلأ شي منك هيك شو المود؟ يعني هلأ شو المود؟ بحب اللي بدك طيب تغني لك انت اغنيه بتحبيها اللي هي
ما بي حيل أصبر بعد والدنيا شلت حالتي من صغري تعبان وأحس كل يوم تكبر علتي وتعبان من جر النفس مخنوق من شم الهوى معلول ما ينفع معي دكتور ما ينفع دوا بنيران وبهم دنيتي هالقلب كم مرة انجوى تلقاني عايش بالاسم بس أنا والميت سوا. طبعا احكي لك شغله، الاغاني العراقيه مش سهله، بس الحمد لله رب العالمين. هاي الاغنيه بالذات طبعا هي اجت بالصدفه، والحان اكيد الفنان العراقي ياسر المعارج، والحان سوري ياكي وكلمات ياسر المعارج. فهي الاغنيه نزلتها بكل صراحه بجزء تقريبا شي 20 يوم وهي ترند الحمد لله رب العالمين. ومش سهل ابدا كانت اردني انك تغني باللهجه العراقيه، فكانت الحمد لله رب العالمين تجربه كثير حلوه، وعم نفكر نغني باللهجه العراقيه وبشرفنا اكيد. مثل ما قلت نجحت باللهجة العراقية، يعني كمان هذا الشيء كتير مهم وأساسي، ونحن بنعرف أنه هلأ إذا بدك الأغاني العراقية هيدا وقتها، خلينا نقول أكيد 100% طبعا طبعا. يعني الأغاني العراقية ثبتت وجودها بكل صراحة بالساحة الفنية بشكل مش طبيعي، فإحنا أصلا صرنا نسمع أغاني عراقية ونغني أغاني عراقية، فاللهجة العراقية أنا بالنسبة لي كتير بحبها. يحيى شو في أعمال قادمة غير أنه هلأ عم تشتغل يمكن على أغنية خاصة ممكن تكون طبعا باللهجة العراقية؟ رح نشوفك أكثر باللون الرومانسي، ما بعرف الإيقاعي مثلا، مثل يا طعم اللوز. 100% يا طعم اللوز أغنية من كلمات ضياء عشي وألحان عمر خير وتوزيع رامي رئيس، أكيد كانت بالتعاون مع شركة أردنية وعم تنتقل عربيا سمو جروب، نفذناها الحمد لله بطريقة كثير حلوة وعلى طريق الفيديو كليب كان موجود بدبي وببلدنا الأردن طبعا في آيلة. الحمد لله رب العالمين الأغنية كثير حبوا العالم وكانت ترند في الأردن. فهلأ إحنا بصدد خلينا نحكي يعني من اغنيتين لثلاث عم نحضرهم وتقريبا جهزوا تنتين. في اغنيه مصريه باللهجه المصريه، ممكن لاول مره بغني باللهجه المصريه من كلمات والحان وتوزيع وائل الشرقاوي، بوجه له تحيه. وحاليا عم نجهز وتقريبا جهزت اغنيه باللهجه اللبنانيه، اكيد بشرفنا تكون موجوده معكم، من كلمات محمد شعث والحانه وتوزيع يوسف بلتاجي، واكيد راح نصورها على طريقه الفيديو كليب. يعني احنا بنقدر او بدنا نحكي انه حاب يكون العمل كله متكامل اردني من كلام والحان وتوزيع وحتى اخراج. عندنا كفاءات الحمد لله رب العالمين كثير حلوه بالاردن، وان شاء الله الله يوفقنا بالنهايه باذن الله. ان شاء الله اكيد. يحيى كفنان بتفكر اليوم الجمهور شو عم بيطلب، او هلا موجه يمكن الاغاني والله الواحد بتحس انه ما في كلام، في لحن، يعني غريب بتلاقي اغنيه بتبقى بيبقى الفنان حاطط جهده فيها من كلام ولحن ما بتنجح، بتلاحظ غير اغاني. صح. هلا والله احكي لك بكل صراحه، صار المستمع محير، يعني ممكن تنزل اغنيه مش حاسب كسارها تضرب، وممكن انت اغنيه تتعب عليها وتحطي دم قلبك عليها فما تضرب. هذا اول درجه بالنهايه انه توفيق من رب العالمين، ثاني شيء اختيار. بس في عندنا مشكله صار انه بطل الواحد يعرف عن جد فعليا شو بده ينزل، لانه صار كثير يعني كثير في اغاني حرام تكون موجوده اولا، ثانيا انت لما تتعب على اغنيه وبديش احكي بتكلف الأغنية اللي مرتبة أكيد بتكلف، بس بطلت تعرف شو بدك الناس شو بدها. فعشان هيك الواحد شوي صار يتغلب، فصار الواحد يتأنى في الاختيار أو يصبر شوي. فبس بالنهاية يعني بالنهاية كل حدا له ناس وكل واحد له مستمع، فإن شاء الله يا رب بالنهاية ما بتعرف شو الأغنية اللي عم تضرب يعني. فبالنهاية بالتوفيق من رب العالمين أكيد.
صح. شو بدنا نسمع شيء هلا هيك اخر طلب لليوم؟ طيب دغني لك، انا بحب في اغنيه كثير قديمه بحبها كثير، تيارارارارار لعيونك بدي غني وبحبك توش فني، مشيك عوراق الورد وخبيك من جنون البرد، قوليلي شو بدك بعد اطلبي مني يا ساشا وتمني. يحيى سويس ويسعد لي صباحك، يوم موفق اكيد بدي اتمنى لك، واستمتعت بهالصبحيه وهالدردشه السريعه انا وياك، واكيد والله احلى صباح اكيد. يعني كنت ناطرة هيدا اللقاء من زمان لنحكي عن الأعمال اللي جاية، أنت من الفنانين بتستحق عن جد النجاح، ومثل ما كنت عم أقول لك مبارح بس تواصلنا مع بعض، متمنى لك التوفيق يحيى، وعلى أمل اللقاء إذا الله راد عن قريب. إن شاء الله، الله كريم إن شاء الله. عن جد أنا بالنهاية بدي أتشكرك وأتشكر كل كادر برنامجك، وإن شاء الله الأمور تتحسن للأحسن ونكون بجنبك عشان نزيد جمالا. فعن جد شكرا لك، وصباح الخير من الأردن وللبنان، وعن جد شكرا 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 كثير. بتشرفنا يحيى، شكرا لك، وتحياتنا لأهلنا بالأردن. يعطيك شكرا، يعطيك ألف عافية.